مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من هاشتاغ بيناتنا. تفاعلوا معنا دائما ومع مواد الحلقه على هاشتاغ بيناتنا على تويتر على فيسبوك وكذلك على شبكه انستغرام. حاضر معنا دائما موجود معنا جود بيومي حاضر في البلاطو والتحقات بنا ضيفتنا المؤثره الفنانه عارضه الازياء وصاحبه الشركه معنا شروق شلواطي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا اسامه. شكرا جود. فوالا صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. دائما منوره شروق. نوركم. شكرا بزاف. اسم على مسمى شروق. شروق دير بحال الشميشه اللي كتسرق. انا الشميشه خويا. انا اليوم عندنا بزاف لي زانفيتي ما قلتيش لهم شميشه. خويا اليوم غنبقى نقول كلمات الشعر غنبقى نعبر. شنو الجمال اخويا؟ عبر عبر. صحته اخويا حدايا انا ما قدرتش. رجاويه اليوم شروق. انا رجاويه وما تسولنيش علاش ما عارفاش. يمكن حيت العائله ديالك رجاويه. با دو تو. لا خارجي الرجاء كفريق. سيكون صحيح حيتاش خويا التوام رجاوي وانا نقول صافي حتى انا رجاوي. اي والله يخليك. عندك خوك التويمي ديالك. وي. شكون تزاد الاول انت ولا هو؟ هو. هو. انت جود عندك خوك التويمي. انا عندي خويا التويمي. كيشبه ليك؟ لا ما كيشبهش ليا، ولكن خوك طويل بحالك. خويا لا إلا با ما تاي مي لا ما كيبانش طويل بحالي. حيت للاشاره انا شروق شلواطي هو طلعنا السقف ديال الاستوديو باش تقدر تدخل هي راه فيها 2 متر تقريبا. جو في 1.84 وي بلا طالون؟ سون طالون. بلا وبطالون شحال 3 متر؟ على حساب لي طالون. كتقدري على دوك لي طالون طوال شروق؟ جو ني با دو بروبليم. شحال الماكسيموم 13 14؟ على حساب كتفهم في هذا الشيء شك. لا انا كنسول انت اللي كتفهمي في هذا الشيء. بون على حساب مي جو ني با دو بروبليم كيما كانوا لي طالون. واخا شروق الطول ديالك ساعدك باش تكوني ملكه جمال العرب في 2014؟ اكيد اكيد. طول اونفان عامل من العوامل ماشي من العوامل الاساسيه ولكن من العوامل اللي ساهمت فيمكن هو كيميزك. ماشي كاع الناس طوال دونك يمكن ميزه يمكن شيء كما قلت لك كيميزك باش كتبان اونكور بلوس دونك فوالا ماشي عامل اساسي ولكن من العوامل. سمح لي ولكن يقال ان الطول اسامه كينقص شويه من الانوثه ديال المراه خاصها تكون اما متوسطه. على حسب الراجل اللي معاها هذاك الصور. شنو كيبان لك في هذا الشيء؟ جو سوي كونتر. ما عادش تشوف كل حاجه وحلاوتها يا ابخي لي كو ديفير يمكن كاين رجال اللي كيعجبهم مراه طويله كروند دو تاي كيلقاوها فيها انوثه اكثر من مراه قصيره وكاين رجال اللي كيشوفوا ان هذا الشيء اللي قلتي صحيح انه العكس. دونك ما يمكنلكش تحكم. ولكن العنق طويل من علامات جمال المرأة. فوالا كيفاش كومون تو بو افواغ ان كو طويل وعندك اون بتيت تاي. هادشي علاش مغطيها؟ هذاك الشيء علاش مغطيها؟ شوف ما كنقوسوش عليك شروق 5 و5 الله يخليك دائما منورة. شنو رأيك في عروض الأزياء ولي مانكان ولي موديل اللي ولاو ما نقولوش سمينات ولكن غير اون تاي بلو زيلفي مثلا 40 42 تاعهم ولاو كيديروا البوديوم؟ بوركوا با باسكو ان فيت من قبل ملي كنتي كتشوف دي ديفيلي كيجيبوا دي مانكان مي فريمون تري مانس جونغ 32 34. شكون اللي يلبس دوك الحوايج؟ ما يمكنش. خاص تجاوب على كاع الاذواق وتجاوب على كاع باش ما يكونش تهميش لهذوك البنات تاعهم. اكزاكتومون. دابا انا واخا نبان لك ضعيفه راه كنلبس 38 40. كتوصل ل 40؟ كنوصل ل 40 ماشي في الصباط. لا كنوصل 40 او وي. بالنسبه للمسابقه الجماد ديال البدينات شنو رايك فيهم؟ بوكوا با علاش ما كاينين في العالم كاينين يمكن في وي. شوف اديل مثلا كانت غزاله جو لا تروف تري شارمون دابا تعافت رجعت اونكور بلو بيل مي يا كو ميم اونفان كيف ما كاينين ضعيفات زوينات وموان بيل كاينين حتى الغلاضات. شوف دائما كاين هذه المساله في العالم اللي عنده شوفو بوكلي كيبغي يكونوا لي شوفو ديالو ليس كاين اللي رقيوق كيبغي يغلال شويه كاين اللي غليظ كيبغي يضعف شويه دائما كاين هذه المساله. المهم هو الجسد ديالنا يكون سليم والعقل ديالنا يكون سليم ونتاسيوما كيما حنايا والجمال هو بصح الجمال الخارجي مهم ولكن الجمال الداخلي والباطني حتى هو بعض المرات اهم واهم اكثر. انت يا شروق انت دابا اليوم مؤثره صاحبه شركه عندك مقاوله وكذلك ملكه جمال ممثله صبا صنايع ورزق ما ضايعش الحمد لله. الحمد لله هادشي اللي بغيناه ما يكونش ضايع. الحمد لله يعني نشوف
لو دومين ديال الفن كون كنت بغيت نتعمق فيه اكثر كون يمكن تعمقت، ولكن ملي كيكون عندك ملي كتكون دارس شي ثاني وعندك دي بروجي واحد اخرين يعني كتحاول توازن ما بيناتهم بجوج. فالحمد لله يعني كربح من هنا ومن هنا ورزق كما قلت لك ما ضايعش، وبجوج بهم سي دي دومين اللي كيعجبوني انا. يعني ملي كتعجبك الحاجه كتعطي فيها اكثر. ملي كتقولي كون تعمقت في الفن، اين مجال ديال الفن بالضبط؟ سي تادير التمثيل. الغناء اون اون بارلي تو تالور، الغناء لا قلت لك انا ما نقدرش نطفل في شي حاجه اللي عارف راسي ما غنعطيش فيها. ولكن واخا نرجعوا للتمثيل، ملي كتجي الجمال في التمثيل راه ماشي معادله سهله بسيطه حاجه عاديه، دونك شنو خدمتي انت، شنو طورتي في نفسك، واش قريتي التمثيل باش تمارسيه وتكملي فيه؟ اوكي انا نقول لك التمثيل سي ان دون من عند الله ديجا، تا انا ما نقولكش براه هذوك بالعكس اللي قراو كيعطيهم بيان سور بلوس ديكسبيريونس وحرفيه اكثر، ولكن اللي ما قراوش وجاو للدومين بحال دابا شحال من فنان ناجح بزاف عمره ما قرا المسرح. هو اكيد الاولويه لازم تعطى للناس اللي درسوا المسرح، ولكن كاينين دي زيكسيبسيون اي بار لا سويت. كاين مثلا التقديم، انا درت تجربه ديال التقديم، ولكن التجربه ديال الدراسه ديال الاعلام في دبي اكزاكتومون قبل ما نخوض التجربه ديال الاعلام ما قبضتش ومشيت وبديت البرنامج. جي في دي فورماسيون اكسيليري، يعني 3 فورماسيون كوتيديانمون باش نقدر نعطي في هذا لودومين باش ما نتماش. ولكن هذا ماشي تكوين سنوي، هذه دوره تكوينيه. دورات تكوينيه في مده وجيزه، ولكن سيتي فريمون اكسيليري. علاش؟ لانه كاين بزاف ديال بحال دابا مثلا المشاهد الى شاف راه كاين دي ديتاي نتوما غتعرفوهم كمقدمين، بزاف لي ديتاي اللي لازم يعرفهم الواحد المقدم، يعني الا غلطتي فيهم غتوصل ديريكتومون المشاهد. فايفو ايفيتي هاد لي يعني باغي تمشي تكملي في التمثيل وديري التقديم والتنشيط. وي وعندك مشاريع، عندك افكار، عندك قنوات، عندك اقتراحات؟ قنوات ديالي انا خاصه لا لا مثلا تواصلوا معك اكيد كاينين مشاريع في صدى الدراسه، كاينين مشاريع اللي تم الامضاء عليهم ديجا وان شاء الله مازال تشوفوني. تم الامضاء عليهم في التقديم او التمثيل؟ التقديم. التقديم قنوات المغرب كاين في المغرب وكاين برا. برنامج اطفال؟ لا كاين برنامج اطفال. جبتي تبركيكه التفاصيل صوره كاين واحد برنامج اطفال اللي غيدع تري بروشينمون ان شاء الله. قناه مغربيه بالحق جيتي، قناه مغربيه بالحق جيتي بريزونتاتريس دو كوليس، كان انا انيماتور واحد اخر. كاين برامج ان شاء الله برا المغرب و مع ايكو في العالم، يعني البرنامج مع ايكو. مع ايكو، برافو عليك. دونك غنشوفك مع ايكو في البرنامج الجديد ديال الاطفال ان شاء الله. كي كان التعامل مع ايكو؟ كي كانت الخدمه مع ايكو؟ شوف ايكو هو معرفه قبل ما نخدموا اونصومبل في هذا لو بروجي. انسان مرح و فرانشمون واخا تشوفوا دائما ضاحك وداك الشيء، ولكن كونت يساجي دو ترافاي يدوفيان تري سيريو، يعني كيولي انسان واحد اخر. فكتلقاه ستريسي 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 بزاف، وغير كيفوت الخشبه ولا المسرح كيبتسم. ستريس ما اثرش عليك انت؟ انا يعني لا، يعني كنخدموا مع شي واحد ستريسي بزاف راه كي ستريسي ناس حنا. لا لا با دو تو، بالعكس شي واحد ستريسي عرف انه كيبغي الخدمه ديالو وخايف خايف يعني باغي يعطي بزاف. بالعكس لو ستريس انا جو كومبخون تري بيان ان واحد يستريسي قبل خدمته. حاجه هادية شروق، وصلنا واحد الخبر بما اننا كنهضروا على الاعلام، ان وجه اعلامي واحد الاعلامي اعجب بك. اوكي وربما عكسك ولا تواصل معك، واش بصح هذا الخبر؟ شكون هذا؟ هذا هو السؤال ديالنا، واش كاين هذه القضيه؟ ياك حباتك كاع حباتك. لا شوف ما عكسني؟ زعما قدم لك ديزافونس الشروق الصلوات ياك ما كاينين بزاف. يشرفني يشرفني ويفرحني انه ناس قراب ولا بعاد يتعجبوا بيا. نقول لك واخا ما بغاش تقول واخا نقلب لك السؤال وربما يسهل عليك ولا يصعب عليك، نقلب لك السؤال. واش انت معجبه بوجه الاعلام؟ انا لا لا حتى شي مقدمه كيعجبك واخا غير مهنيا زعما؟ مهنيا اكيد مهنيا كاين بزاف. دابا فاقت دابا مهنيا، انا جو بارلي دو كوتي بيرسونيل، مهنيا اكيد كاين بزاف اللي كتعجبني طريقه التقديم ديالهم، كتعجبني كيعجبني لو بروفيسيوناليزم ديالهم.
اكسسوار واخا يكونوا بعاد على تقديم برامج الفنيه، يكون مثلا اخبار ولا كذلك برامج فنيه ولا ثقافيه، كاينين بزاف كاينين بزاف اسامه. المهم بغيت تقول لنا شروق اسم فاتي جمالي مليحه العرب، هي شركه مسابقه ديال الجمال، اليوم غاده مزيان في التمثيل وكتاخذ ادوار رئيسيه وادوار ثانويه. تفوقات عليك في التمثيل فاتي جمالي، علاش؟ علاش ما شفناش شروق الشروات حتى هي في نفس الطريق ديال فاتي جمالي في التمثيل؟ انا نتمنى لها كل التوفيق وعجبوني الادوار اللي شاركت فيهم. ما نقولش تفوقات، ما نبغيش انا نقارن، بالعكس يعني كل ما نجحتش في الادوار ديالها كاع ما تلقات الصدى كامل، فانا كنشوف انها نجحت في الادوار اللي تبروبوزاو عليها، وفوالا كنتمنى لها مسيره موفقه. من ما كنقارنوش شروق شلواطي مع فنانه اخرى ولا مؤثره اخرى ولا مع فاتي جمالي، باغ كونتر ممكن نسولك على الفرق بين القيمه ديال ملكه جمال العرب ومليحه العرب. ما كاينش فرق اون فيت، لي كومبيتيسيون بجوج بهم كيداروا في نفس البلد، غير المنظم الهيئه المنظمه اللي مختلفه يمكن. هو ما كاينش فرق، راه يمكن وحده تربح لقب لا علاقه مع هاد جوج الالقاب واللي ما معروفش بزاف وتفوق علينا بجوج بينا، فا سي كيسيون دو شونس، سي كيسيون دو كونيسونس ايغالمون. اللي كتمشي معايا كتختلف بين ملكه ومليحه. انا ما عرفتش الفرق صراحه، ما عرفتش بجوج بهم مسابقات جمال، وهذا لا يعني انه انا نهضر على تجربتي الشخصيه، لا يعني انه انا اجمل وحده ولا احسن وحده في العالم العربي، بالعكس كل مره كتستحق هذا اللقب هذا، انا جي جوست او لا شونس انني نشارك وانني نربح. فقلت لك هاد المسابقه كتفتح لك ابواب، سي سورتو لي كونيسونس اللي كدير، دونك منين كتكون انفيتي لدي زيفينمون وكتعرف على ناس وكذا، سي نورمال يجيوك دي بروبوزيسيون من هنا ومن هنا، فكيفتحوا لك ابواب كثيره. شكون الفنان المغني الشاب المفضل عندك؟ اللي كتسمعي ليه بزاف؟ سعد المجرد. سعد المجرد؟ وي. وفي النساء في المغنيات؟ في المغنيات سلمى رشيد عاد بانت سافوتو كتعجبني بزاف، اي كتعجبني كشكل وكصوت وكفنانه اون فيت، ماشي من النوع اللي داخله سوق راسها، ما جيم بوكو سا، اي عايشه حياتها الشخصيه جونغ، انا هادشي اللي كيعجبني. واش فايت لك تواصلتي مع سالم المجرد؟ سالم المجرد كانوا عندنا دي زيفينمون قبل ما يطرى لي المشكل، جونغ تلاقينا دون با مال ديفينمون، وشوف انسان خلوق صراحه، وما عمرني ما شفت منه شي حاجه ديال اذا تلاقيتي مع سالم المجرد وتلاقيتي مع محمد رمضان؟ وي يا لونتون، محمد رمضان كان شي لا ديرنيغ فوتو يمكن ديال انستغرام، ولكن راه بالنسبه لي بجوجكم صغارين بزاف، هذيك راه في السبعينات واقيلا تقريبا. كنت 2015 ولا 2016، راه شوف ربع سنين راه واحد الفرق شاسع، انا براسي ملي شفت لافوتو تخلعت، تراو بزاف ديال الحوايج هاد الربع سنين ولا ثلاث سنين هادو، تبدلنا كسوسوا فيزيكمون ولا وكنتي فيها الخير عليه، شو كي ولا وكيف ياك شنو كواليس ديال اللقاء ديالك مع محمد رمضان؟ كانوا جابوه للمهرجان في المحمديه، داروا ليه تكريم ليه والفنانين المصريين واحد اخرين، وفوالا هذاك المهرجان كان فيه ثلاث ايام، و حتى انا جيت انفيتي لهذا المهرجان هذا، اون ا باسي لي 3 جوغ سور كازابلانكا، اون سو ديبلاسي للمحمديه بور ليفينمون، اي دونك فوالا، وفي الليل كنا مشينا اونسومبل لو جروب كامل، كنا مشينا لان كوان سامبا سور كازابلانكا. بالنسبه لمسابقات الجمال، مسابقات الجمال اشرف في العالم كامل كيطلبوا معايير اولا ثقافيه، يعني خاص يكون المستوى الثقافي ديال المشاركه جيد ولا محترم. اكيد. حتى في العالم العربي وحتى في المسابقه اللي كنتي فيها انت. اكيد. اكيد شوف امراه جميله ماشي هي امراه فيزيكمون بارفيت، يعني مصايبه وزوينه وهذا، ولا هضرات ما غتقول يا ربي وقتاش سكت. امراه جميله هي اللي عندها يعني واحد المستوى ثقافي، واحد المستوى فكري، ماشي ضروري تكون قرات بزاف، الا عندها لا بوسيبيليتي انها تقرا بزاف سي اونكور ميور، ولكن يمكن لها تنمي ثقافتها، تقرا الكتوبه دابا الانترنت مسهل كل شيء، وتعرف تجاوب
تعرف تسكت. تعرف تهدر فقاش تهدر وتسكت فقاش تسكت. غنمشيو دابا عند واحد الفنان اللي متألق مبدع وملحن عازف ديال الآلات الموسيقية وكذلك مغني جيد، هو عمر سعد، ونكتشفوا الجديد ديالو في هذا الحوار. حاجة ندوي على آخر عمل ديالك، هي أغنية راي صوتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان لا تكذبي، دوينا على هذا العمل. لا تكذبي هي آخر أغنية صدرتها بكلماتي وألحاني، توزيع حمزة سعد اللي هو مون كوزان ولد عمي، ومن الإخراج ديال جواد الحدين صديق ديالي وتبارك الله تا هو فنان كبير. هذه الأغنية الراي للأسف عمر باقي ما دارتش درجة كبيرة، شنو السبب؟ شنو السبب اللي خلاها ما توصلش للصحافة؟ اول حاجه ما كاين واحد الغياب ديال لو كونتاكت، انا ما عنديش كونتاكت بزاف مع الميديا ديال المغرب، وحاجه اخرى هو ان كما كتعرف راه في الدومين ديالنا كاين الماركتينغ اللي هو سبونسوريزاسيون وداكشي، انا كنخدم يعني كنخدم راسي، دونك ما يمكنش غادي نجيري ستوديو ونجيري الغناء ونجيري حتى الماركتينغ. لا تكذبي، شكون اللي كذب عليك عمر اخويا؟ شكون اللي كذب عليك؟ قول لنا شكون اللي كذب. هي الصراحه هي ظاهره متفشيه في المجتمع ديالنا، ديال ان كيكونوا علاقات ديال الحب وكتلقى الطرف كيكذب على الاخر، يعني كيقول لي انني كنبغيك انت وانا معاك بوحدك، وهو عنده افكار اخرين وعنده ناس اخرين كيعرفهم. عمر السبب انه الاغاني اللي كتكون عندهم واحد الرساله واحد الميساج ما كتوصلش كثر من دوك الاغاني اللي نقدروا نقولوا ما كنسخفوش بالاغاني ديال الناس، ولكن نوعا ما سخيفه، كتوصل اكثر من الاغنيه اللي كيكون عندها ميساج قوي ورساله قويه، سواء كانت عاطفيه سواء كانت اجتماعيه سواء كانت سياسيه. هي الاغنيه كيف قلتي، الا كانت كيف قلت لك في البدايه، الا كانت عندها واحد يعني اون باز ميدياتيزي، مثلا درنا لها ماركتينغ مزيان، واخا تكون اغنيه فاشله كتولي مزيانه، كتوصل الاذن ديال المستمع كيولف عليها انكونسيامون كتولي تعجبه. مثلا الا كان موضوع اللي شويه كما قلتي هابط، هذا كيوصل بالزربه حيت راك عارف الاعلام وكيحاولوا يقلبوا ديما على هذيك لاتوش ديال واحد الزله اللي كتولي هي كانت في الاول بوز نيجاتيف، في الاول كتولي كتعود بالخير على مولاها، يعني كيولي مشهور. الجمهور المغربي عرف اكثر في ذا فويس تركيا، في الرحله ديالك الزوينه والرائعه في ذا فويس تركيا، دولي لنا على ديك التجربه ديال ذا فويس تركيا، وعلاش ما كانش ذا فويس ديال العرب كيف ما كنقولوا، مشيتي حتى ذا فويس ديال تركيا؟ هي كانت غير كوانسيدونس، كانت بواحد الصدفه، انا عمرني ما فكرت انني نشارك في شي برنامج ديال الهوات ولا ديال المواهب. انا نهار بديت لا كارير ديالي كنت درت كارافان واحد لو جروب ديال لا فيوزيون، من وراء خدمت اون سولو ككاتب كلمات وملحن، اشتغلت مع هدى سعد الاخت ديالي اللي هي الشرف الكبير انني نكون خوها، وخدمت معها وخدمت مع بزاف ديال الفنانين، كمال عموري صوبت من الحمل، حياه الادريسي، واسماء كبيره في يعني في الساحه الفنيه المغربيه. دو فويس كنت مشيت غير فاكونس لتركيا، الاخت ديالي كانت فان ديال هذا البرنامج هذا، صيفطات اون فيديو ديالي كنغني بلا جيتار، عندي الاخت ديالي خديجه اللي كبر مني شويه، عايشه في اسطنبول، وصيفطات كما قلت لك لا فيديو ديالي، اتصلوا بيا، مشيت بديت معاهم المرحله الاولى، لقيت راسي في المراحل النهائيه، وكانت يعني تجربه زوينه بزاف، وتعرفت على ثقافه ديال الموسيقى ديال التواركه، وبينت ان المغاربه راه هما ما نستخفوش بهم، دونك بديت انا ما عارفش، لقيت راسي في المراحل النهائيه بمعنى. اغنيه الراي، انت مغني راي اليوم عمر ولا مغني شامي كيغني بزاف ديال الالوان؟ لان شفناك في الراي باقي كتغني الراي. انا نقول لك واحد القضيه، انا بالنسبه لي انا عندي مون بروبر ستيل، داكوغ، انا كنكتب وكنلحن، كنقدر ندير لا فيوزيون يعني الورد ميوزيك، كندير مارياج دي ستيل ما بين المغربي البلوز كناوي ريغي بوب، دونك كنقدر ندير بزاف ديال لي ستيل، مي دابا ما حدنا في الساحه المغربيه كاينه لا توندونس ديال الراي، حنا كنغنيو الراي، نقدر ندير شي اغنيه بلو ستيل ديالي دير لو بوز، وان شاء الله تولي لا توندونس ديال الستيل ديالي يديروها الناس من بعد ان شاء الله. شي بعض التعليق اللي كتقارن صوتك بصوت خالد شويه؟ كيقولوا انك كتغني قريب لخالد، مي شاب خالد راه كما كنقول لك اسطوره، وثاني حاجه انا فان ديالو، ولكن كنغني بالروح ديالي، غير عندي لا فوا شويه كاسي بحال لو تامبغ ديال خالد، مي ماشي كنقلد خالد. واليوم من بعد هذه الاغنيه ديال الراي شنو جاي؟ شنو كتحضر لنا عمر؟ كنحضر اغنيه اخرى عاوتاني ديال الراي. اغنيه راي اللي غتكون من كلماتي والحاني وباخراج ديال جواد الحدين، التوزيع غادي يكون ما بين حمزه سعد وما بين طارق الوارثي. من عائله فنيه، الاب ديالك الله يرحمه كان زجال
معروف الله يرحمه، والاخت ديالك هدى سعد فنانه معروفه. ملي كتكون تربيتي فواحد الوسط فني ضروري تخش فنانه عمر؟ هي على حسب، على حسب الميولات ديالك. بار اكزومبل انا عندي عمي، عمي حتى هو كيلعب مع المشاهب، يعني جيتاريست ديال الفرقه العظيمه المشاهب، وعنده ولادو كاملين تبارك الله كاملين فنانين، وعنده واحد ولده ما عندوش علاقه بالفن غير مستمع. دونك الا كانت انت عندك هذيك الملكه ديال الفن، ماشي بالضروري تكون من اسره فنيه باش تولي فنان، وتقدر تكون في وسط اسره فنيه وما تكونش فنان. علاش علاقه بزاف عمر، استمتعنا بهذا اللقاء الزوين، ومرحبا بك في اي وقت. اخر شيء رساله للجمهور اللي كيشوفك من خلال هاشتاغ بنات. اول حاجه كنشكرك بزاف، وكان الحوار رائع وشيق معك، وكنقول للجمهور المغربي كامل انتظروني ان شاء الله غادي نكون عند حسن ظنكم، ومهما انني غبرت في هاد العامين اللي من ورا دو فويس، فانني غادي نحضر بقوه ان شاء الله من القدام. واحد الحاجه عجبتني اليوم في الشروق انه اللون ديال التريكو بحال اللون ديال العينين كيجر. واش مقصود دودولنا شويه على اللوك ديالك صراحه، لون العينين بحال اللون ديال التريكو اللي لابسه؟ كيعجبني نغير واحد التيشيرت، واخا ديغنييرمون وليت كانفيتي لي لونتي، ولكن اليوم انا كنلبس بانو لي ونقول صافي. باينين بحال لي لونتي، باينين بحال لي لونتي، ولا سي دي لونتي، صافي كلشي عوينات بحالك. اليوم الفتاه العربيه ولا الفتاه المغربيه ولاو كيرفضوا بزاف المشاركه في مسابقات الجمال، لانهم كيقولوا لك طلبوا واحد المعايير نقدروا نقولوا نوعا ما مخله للادب ولا للاحترام للفتاه العربيه. كيلبسوا شي لباس ما خاصهمش يلبسوه، وكيطلبوا منهم شي حوايج ما كتقدرش ديروا للفتاه العربيه. هادشي كاينه شروق ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش. اونفان شوف، خاصك تقرا لو كونطرا قبل ما تسني ليه. هادشي في اي حاجه، حراك في مسابقه جماليه، يعني شي حاجه اللي ماشي، ف خاصك تقرا لو كونطرا، غاتنيغوسي مع هذا لي زورغانيزاتور، غاتقول لهم فوالا انا هادو لي كونديسيون ديالي. حتى في المسابقات العالميه كيقولوا ان العربيات ما يشاركوش لانهم ما يقدروش على دوك الشروط ديالهم. ولكن ملي تبدا تفاوض معاهم على هذا البوند ما متفقاش معاه، هذا الشرط ما متفقاش معاه، ولكن نشوف واحد اخر هذا يقول لك باي باي. وي صافي اوكي، باي 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 باي. وي انساي انساي انساي. دونك جينيرالمون شوف، الى شافوا فيك شي حاجه مميزه هما كيبقاو انسيستيو عليك. ولكن شوف انا نهضروا بصراحه، مثلا كندويو على ان ملكات الجمال ولا المشاركات في هذه المسابقات المسلمات او العربيات ما كيوصلوش للستاد ديال انهم يلبسوا دو بيس ولا مايو. دونك من الاول خصك تكون عارف واش غادي دوز من هاد المرحله ولا ما غاديش توصل ليها. الا كنتي ما توصلش ليها وغادي تكمل المسابقه حتى الدومي فينال الفينال بلا ما تلجا لهاد اللباس اللي كيتسمى غير محتشم، فتماك حكايه اخرى. دونك المسابقه اللي شاركت فيها مثلا جافي امبوزي انني ما لبستش لو مايو دو بان، وطرا مشكل، يعني كنت يمكن سبب في انه طراو خلافات ما بين لي كونديدات، علاش هي علاش حنا علاش ما عرفت شنو، وفينالمون ربحت. اسمع ديغنييرمون ان ملكه جمال الثانيه حتى هي لا ميم سيتياسيون وربحت اللقب كومون، سميتها في ريال. ف يعني سوني با اون ريزون، الا شافوا فيك مميزات اهم من هادو فيمكن يتجاوزوهم ويقولوا سوني با غراف. حنا وجدنا واحد التقرير فيه البعض من هاد المعلومات وهاد التفاصيل اللي كتخص مسابقات ملكات الجمال نكتشفوه في هاد الصور. كان هذا تقرير من اعداد وانجاز زميله اكرام بن جنان. كنشوفوا بزاف شروق ديال ملكات الجمال كيمشيو للعمل الجماوي، وانت عزيز عليك العمل الجماوي، ولكن في الحاله ديالك واش كيبان لك العمل الجماوي واجب ولا مجهود شخصي؟ بجوج لانه شوف ملي كيكونوا عندك ناس متابعينك وناس يعني كيقدروا اعمالك، ماشي عيب انك تولي تنسيت انهم يجيو ويديروا اعمال خيريه. فمثلا اذا مشيتي للجمعيه ماشي ضروري تصور شنو عطيتي، مي مهم انك تصور الجمعيه وتصور لادريس ديالها وتعرض على الناس انهم يجيو، بوكوا با، يعني كتكون تسببتي في عمل خيري من مجموعه ديال الناس. ولكن ما خصهاش تكون غير في العقد، حيت كاينه في العقد با دو تو. شوف الحمد لله حنا تربينا على هذا الشيء، يعني من وانا صغيره قبل ما نربح اللقب كنت متعوده على هاد الاعمال هادو، فشي بيني وبين اللي خلقني. ولكن منين كتكون عندك القدره انك تجيب ناس ثانيين بوركوا با. كي دايره شروق الشرواطي بعد الطلاق؟ بخير الحمد لله. اشنو شروق تهنيتي؟ وي بون الحمد لله
حياة جديدة، مرحلة جديدة، شوف أي حاجة طرات لك في حياتك فكتكتسب منها قوة، يمكن تضعف واحد الفترة صغيرة، ماشي تضعف مي تحاول تستمد القوة ديالك من جديد بوغ كومونسي من الأول. فأنا الحمد لله غنيتي أغنية برقيس يسحب له في اليوم. لا سبعة سبعة. ولكن الطريق ديالك شروق، عرف أنه كان زوج بوحدة مشهورة، لاحظنا أنه حاول يستمد شوية وبغى هو يبان في الأضواء، ملي كيطلع كيدير لي لايف كيدوي على الموضوع كيتكلم بزاف على الموضوع، قلقك الأمر؟ أكيد أكيد قلقتني. واحد الفترة كنت كنحاول ما ندخلش لتليفوني كاع، يمكن غير الناس اللي عاشوا هذه التجربة هذه يحسوا بيا أكثر. فملي كندخل انستغرام وكنلقى مي فوتو باغتو هذاك الموضوع سورتو، كنت كنديرونجا بزاف. اي دونك فوالا كنت صافي كنحس ان مومون شويه كنبغي صافي ما نشوف لا تليفون لا انستغرام لا حتى شي حاجه، كنقول يا ربي، وليت كندعي يا ربي، وقتاش الناس ينساو الموضوع وقتاش يتنسى هذا الموضوع، فغير كيبداو الناس شي شويه ينساو كيعاود يبان شي حاجه وحده. دونك سي نيتي با فاسيل، وانا فرحانه وبلوتو مرتاحه اكثر انه وصلت لهذه المرحله هذه ودا شويه الوقت وصافي. انت دابا في الاول مع الطريق ديالك تزوجتي عن حب، ولكن دابا واش وصلتي لواحد الدرجه ديال انك كرهتيه؟ انا ما كنكرهش، انا اذا ناس اداوني في حياتهم ما عمرني ما كرهتهم. وتوا اداك في حياتك حسب اكيد شنو وقع؟ شروق انه انا تلاقيتكم في عاصمه ريال نديم، كنتو فاهمين، كنشوفوا التصاور ديالكم، كنشوفوا لي فيديو ديالكم، يعني الحب عايشين بخير، حتى بين ليله وضحاها كنلقاو وجه ديال شروق السلواطي مضروب، تقلبات الدنيا، كيفاش؟ شنو وقع بالضبط؟ حنا ما فاهمينش. انا وما صافي بحالي بحالكم. الصدمه ما عرفتش، يمكن حتى كتعيش مع واحد تحت سقف واحد وصافي لي دو بيرسون سون سور انه صافي سون اونسومبل اوفيسيلمون، هاد يمكن لي ماسك كيتحيدوا، ما عرفتش، جو نو سوري با ديكسبيكي، ولكن انا حنا كاش عندنا القصه تقربينا اكثر. لا سورتو با، انا هذا الموضوع صافي عتي سديته وما بغيتش مازال نفكروه. تقدري ديري حمله على العنف ضد النساء شرق بما ان انت عشتي التعنيف؟ انا ما نديرش حمله، ما نبغيش ننشر قصي اونكور بلوس، ولكن الا شفت امراه معنفه اكيد غنحاول نساعدها. شنو تقولي للنساء اللي كيتعنفوا اليوم في المنازل ديالهم وكيتفرجوا فينا؟ كنقول لهم ما تسكتوش، وقلت لهم دايوغ راه كل ما كتجي تكتب لي وحده كنقول لها شوفي، كنقول لها اول شيء اعتمدي على راسك، خدمي عطا الله الخدامي، خدمي ان شاء الله في سونتر دابيل بوركوا با، خدمي اعتمدي على راسك، اي ما تسمحيش هذا كيتسمى الدل، يعني غنعيشوا مره وحده علاش نعيشوا مدلولين؟ جو مي كومبخون با. الواحد كيجي كيديك من داركم باش يتهلا فيك ماشي باش يتكرفس عليك، يعني كياخذك من واحد المحيط اللي هو زوين، عايشه مع والديك اللي رباوك وكبروك وخسروا عليك وما عرفت شنو، باش يعيشك، يعني باش يحاول يعوضك واحد شي شويه ولا ما يخليكش تحس بذاك النقص، ماشي باش يتكرفس عليك ولا يخليك تندم على ذاك الاختيار. دونك شوف مازال كاينين الناس اللي على حساب التربيه ديال كل واحد وعلى حساب الفكر ديال كل واحد وكيفاش فاهم الزواج. انا بالنسبه لي الزواج هو جوج كيرتبطوا باش يكملوا بعضياتهم وباش يساعدوا بعضياتهم، ماشي العكس، ماشي داك العناد والسم وما عرفتش. زعما كنتي كتعاوني شويه كتسايسي كتخلي الممنين يدوز، الممنين يدوز، هو كيطلع انت كتهبطي، انت كتسخني هو كيبرد، ولا جي في دو مون ميو، ولكن كلاشات بزاف، ولكن اون فوا الا ولكن اون فوا كتوصل الضرب صافي. صافي اون فوا وصلت للضرب صافي. العائله اللي كنتي عندها انت عروسهم، كاين عروس مغربيه اخرى اللي هي زوجة الاخ ديالو، ياك زوج مغربيه، خبر عندها صحيحه ولا لا؟ خبر صحيحه. علاش ما كانش الدعم بيناتكم؟ علاش ما دعمتش هذيك المغربيه صرخ؟ لانها هي بنت بلادها وبحال اختها. انا ما عمري ما تواصلت معها حيت هي ما عايشاش ولكن ما نعرفهاش واش دعمتني ولا لا. ما عرفتش انا. شوف العائله ديالو كنحترمهم واحد بواحد، وبالعكس ما شفت منهم غير الخير، والوالده ديالو الله يرحمها انسانه محترمه بزاف، ويعني كنبغيها بزاف بزاف بزاف. وصافي. مؤخرا انا لاحظت في مواقع التواصل الاجتماعي ديالك خاصه في انستغرام ديالك شروق، وليتي كتعطي دي سيتاسيون زوينين، دي ميساج فيهم مغزى ومعنى قويين ديال الصح. مثلا انت اذا انت قويه، ربما ناقصه عقل لكن قادره على كل شيء، اعتمدي على نفسك واستقلي.
هاد الشيء زعما نضج كبير من طرفك واش وليتي فيمينيست؟ جي توجور ايتي فيمينيست والله ولكن اشوف وهذا الشيء اللي كنقول انا من نهار خديت لو ديبلوم ديالي وحسيت انه قواني اكثر كنحاول نشجع الناس كلهم او بلوتو لي فام كلهم انهم يقراو باسكو كيجوني ديبلوم مثلا بحال شي سلاح بحال شي سلاح انه يقدر يحميك من اي حاجه يمكن لك تخدم اتو مومون يمكن لك تعتمد على راسك به لا ميم شوز بوغ الخدمه فكنشوف انه المراه الى اعتمدت على راسها كيولي عندها الزوج واحد يكملها ماشي واحد مش خاص تعتمد على شي واحد اخر تعتمد على نفسها حتى هي الى جات تعول عليه في كل شيء سي نورمال تثقل عليه شي حاجه بغيتي تعرفها على الخطوه المقبله مشروع زواج مشروع حب قلت قالك اللي جا بسم الله لا ماشي اللي جا بسم الله قولي لنا شرف شنو الخطوه ديالك شنو مخطط للمستقبل شوف انا لامور سي انكونترولابل كنشوف ان لو سنتيمون هذا مش هو الشيء الوحيد اللي ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه سي قلبنا اي دونك انا نبغي انه قلبي يدق مره واحده اخرى تبغي قلبي الحق يدق وحده ماشي ولكن عندك تخوف خايفه انك تطيحي في انسان خطا مره اخرى جو سوي بلوتو ميفيونت كو متخوفه اذا تعودت لك السينتا وتقترح عليك تعاودي المسار ديالك كامل شنو الاختيارات اللي تبدلي تزوجي مع السيد ولا لا؟ لا ما تزوجش نو 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 لا با دو تو كنت نبدل بزاف ديال الحوايج وفي الاختيارات الفنيه والمهنيه تبقى هي اما عمري ما ندمت على شي اختيار درته واخا فراسك جود شروق ماشي سميتها الحقيقيه فراس جود جود هو من الخبارات فراس هي سميتها ولكن ما عرفتش وقع عقل على مزال ولا شفيقه لا اتونسون ماشي سميتها الحقيقيه والمشكل الناس يحسب لهم انا ما راضياش بشفيقه بالعكس فحال شفيقه فحال شروق بجوج بجوج على الفيسبوك ديالك كنتي دايره شفيقه قديمه مازال دايرها مازال دايرها باقي دايره شفيقه وانا كبرت بسميه شروق يعني ماشي حتى اسم شهره كبرت باسم شروق وشفيقه عندي سوغ لي بابي وكاين اللي يقول لك لا حقا ما راضياش بشفيقه ودايره شروق با دو تو انا عيطت لي شفيقه غنجاوبك عيطت لك عيطت لي شروق غنجاوب حيت باش تكون رسميا 100% شروق كان خصك تدعي الوالد ديالك وما بغيتيش توصلي لهذا المواصل وحاجه عاديه وباباك في هذيك الفتره بغى انكم كلكم تبدا سميتكم بحرف الشين اكزاكتومون دونك شاكير اختك كتجيني واحد الشويه كتشابوني شروق زوينه ولا شاكيره بزاف اصاحبي ويلي ويلي جود عريض شاكيره زوينه مشيتي بعيد جود شروق ما سقيناش فيك الكلمه الاخيره كلمه اخيره شكرا اسامه شكرا جود على هذه الجلسه الزوينه ونقصنا بشرى اللي كنسلم عليها بزاف تحيه لبشرى تحيه ليها وكنحييكم على برنامجكم زوين بزاف والجلسه معكم حلوه وان شاء الله ميعادنا في لقاء قادم وغنكون موجودة لكم مجموعة من الأعمال الفنية اللي نقدروا نهضروا عليها بالتوفيق لك شروق شكرا لك جود شكرا أسامة وصلنا لنهاية الحلقة تهلاو بزاف فراسكم وما تنساوش كاع أخبار المشاهير بيناتنا